بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. ودرسنا اليوم يا أبنائي بعنوان تربية الدواجن. زي ما احنا عارفين كتير جدا من المصريين بيهتموا بتربية الطيور في المنازل أو في الحظائر الخاصة بهم في الريف المصري. النهاردة إن شاء الله هنشوف مرض بيصيب الطيور وقد ينتقل هذا المرض إلى الإنسان. نشوف مع بعض الدرس ومن خلال درسنا نفهم مقصودنا. ترقب أمير وأميرة الاجتماع الأسبوعي بشوق بالغ، وقد أعد كل أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الاجتماع بالقراءة عن العادات المصرية وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها. تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين. استهل الأب الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في القرى والنجوع والكفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها من بط وإوز ودجاج. ثم دار الحوار التالي بين أفراد أسرة أمير، أمير وأميرة والأم والأب. نستمع مع بعض إلى الحوار. بدأ أمير الحوار قائلا: لماذا يربي المصريون الدواجن؟ لأنها مصدر من مصادر البروتينات، فتربيتها غير مكلفة، فهي تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب. لقد قرأت أن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. نعم يا أميرة، الإنفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها. الخطير في الموضوع أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء. لم أفهم يا أبي. إن الإنسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصاب بالمرض. وماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه، كما يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط، كما يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور، فضلا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحرقها أولا بأول. كما يجب على كبار السن والأطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض. أتذكر يا أبي عند زيارتنا لجدي أنني شاهدت الطيور تتجول في شوارع القرية، تلتقط الحبوب من هنا وهناك وتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات. حقا يا أمير، إن هذا يؤدي إلى إصابة الطيور بالأمراض، فالماء الراكد موطن للميكروبات والجراثيم. لذلك يجب علينا العناية بالطيور لحمايتها وحماية الإنسان من الأمراض، والحرص على نظافة مصافي الماء وتحصينها ضد الأمراض بصفة دورية. إن النظافة مهمة لمواجهة جميع الأمراض. سمعت يا أبي عن إنفلونزا الخنازير، فهل النظافة تقينا من الإصابة بها؟ نعم يا أمير، فغسل اليدين وعدم الاختلاط بالمصابين بنزلات البرد وعدم وضع اليدين على الأنف أو الفم أو العينين والبعد عن الأماكن المزدحمة يقينا من الإصابة بها. وبعد انتهاء الاجتماع الأسري أخذ أمير يفكر في طريقة لتوعية الناس حتى لا يصابوا بإنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير، ثم هتف قائلا: نقوم بعمل مسرحية بالصيف عن الإنفلونزا أو عمل مجلة أو والآن أبنائي عليكم أن تبتكروا طرقا جديدة لنشر الوعي الصحي بين تلاميذ المدارس وبين أفراد أسرتكم وأبناء حيكم ومدينتكم. والآن أبنائي مع معاني المفردات. الكلمة ومعناها: ارتقب، انتظر، مصدر، أساس، بالغ، شديد، تنتجه، تخرجه، أعد، جهز، تصاب، تضر أو يحدث لها أذى، التشاور، حرية الرأي، نفوق، موت، اختيار، انتخاب، تبدو، تظهر، استهل، بدأ، الدهشة، التعجب، العدوى معناها الإصابة أو المرض، تتجول، تسير، الاحتكاك، الاقتراب، تلتقط، تأخذ، يرتدي، يلبس، تسبح معناها تعوم، فضلا، إضافة أو علاوة، الراكد، الثابت.
ومضادها الماء الجاري. تطهير تنظيف. دورية معناها مستمرة. مخلفات فضلات. أضاف أزاد في الحوار. خلاصة ما تعلمناه أبنائي وبناتي من خلال درس اليوم أسباب اهتمام المصريين بتربية الدواجن وخاصة في بيوت الفلاحين. كذلك تعرفنا على خطورة مرض إنفلونزا الطيور والخنازير وأسباب انتقال العدوى من الطيور للإنسان وكيفية الوقاية من انتقال العدوى من الطيور إلى الإنسان. والآن أبنائي وبناتي أترك لكم الإجابة على هذه الأسئلة، ويمكنكم التواصل معنا والتفاعل على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة. السؤال الأول: لماذا يربي المصريون الدواجن؟ السؤال الثاني: كيف تنتقل عدوى الإنفلونزا من الطيور إلى الإنسان؟ السؤال الثالث: ما هي طرق الوقاية من انتقال عدوى إنفلونزا الطيور؟ ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ السؤال الخامس: لو كنت مكان أمير فكيف تنشر الوعي الصحي بين الناس؟ شكرا لكم أبنائي وبناتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.